بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان شاء الله يا شباب النهارده هنبدا نتكلم على الالكتروكيمستري. حضرتك بتقول هتبتدي من انهي بارت يعني؟ هبدا من بارت 2 اللي هو الالكتروكيميكال سيلز. اوكي طيب، في الالكتروكيمستري ماشي، هقول لكم ثواني كده. الالكتروكيمستري يا شباب لما ادي الاول اديها ديفينيشن، فهقول ان هو برانش of chemistry study the conversion between chemical energy and electrical energy. طب احنا ايه concerning هنبقى ندرس ايه، او احنا متعلقين بدراسة ايه؟ قالك والله هنتعلق بدراسة حاجتين: convert the chemical energy to electric energy، او الelectric energy to chemical energy. البارت ده اسمه الكتروكيميكال سيل. وده البارت 2 في الشابتر بس اللي احنا هنبدا بيه. الجزء ده بحول الكيميكال انرجي الالكتريك انرجي اسمه الجالفانيك سيل. وده البارت 2 بس ده اللي احنا هنأجله. طيب هنعرف دلوقتي اشمعنى هبدا بالبارت الثاني، بس هبدا الاول اتكلم الفيدباك بتاعت حضرتك الكوندكتورز. We have a two type of conductors. عندنا نوعين من الكوندكتورز، لا اما الكترونيك لا اما الكتروليتيك. الكترونيك كوندكتورز دي زي واير كبر واير، وبتبدا التشارج موف ثرو كروس سيكشن اوف ذا كوندكتور. يبقى اخينا ده الالكترونيك ده كوندكت الكتريسيتي ثرو الكترونز موفمنت. اما الالكتروليتيك ده مثلا زي ما يكون عندي الكتروليتيك سولوشن زي ما خدنا في تشابتر 3، واحط تو ديفرنت بولز او تو ديفرنت الكترودز، واحط باتري لامب، ويبدا اخينا ده كوندكت الكتريستري ثرو ذا موفمنت اوف اينز. يبقى ده كوندكت electricity through ions movement. انا هنا بقى ما اتكلمتش ان هو strong electrolyte ولا weak electrolyte، انا بقول ان هو بيتحول او بيوصل electricity through the movement of ions. مثلا لو انا قلت لك زي مين؟ زي salty solution. بقى انت تتكلم في الامر ده سواء حضرتك حاطط سولتي سولوشن او الكلاين اسيديك سولوشنز. تمام. طيب تعالوا بصوا زمان كده، ارجع زي ما كان عند حضرتك في الاعدادي زمان، في عندك كان حاجه اسمها السيمبل سيل، بس احنا مش هناخدها بنفس المنظر شويه. ازاي السيمبل سيل دي كانت موجوده في البريبراتوري ستيج؟ لا انا مش هتكلم على السيمبل سيل شويه، انا هتكلم على الكتروليتيك سيل بس ليها نفس الاستراكشر بتاع السيمبل سيل. هجيب جلاسس كونتينر وهجيب بوزيتيف ونيجاتيف بول اوف باتري، هنا البوزيتيف بول وده النيجاتيف بول، واحط تو جرافايت الكترودز، واحد من الكربون والتاني كمان من الكربون، وكونكتد وذ الكتريسيتي.
طب احط هنا سولوشن من مين؟ هحط سولوشن من الصوديوم كلورايد Na بوزيتيف و Cl نيجاتيف. تعالوا نفصص السل اللي قدامنا دي. خلاص السل دي البارت ده متوصل بالنيجاتيف يبقى ده اسمه الكاثود. دي البداية الطبيعية اللي حضرتك تعرف ان الالكترود that connect with the negative pool it called the cathode. طيب الالكترود connect with the positive pool اسمه الانود. طيب في السولوشن كده ال Na دي هقدر اقول عليها ايه؟ زي ما احنا خدنا في تشابتر 2 كاتاين. طيب واخينا الكلورين اسمه الانايون. حضراتكم هنا لما نعمل كلوز للسيركت دي وباسنج الكتريسيتي ايه اللي يحصل؟ يحصل لك حاجة اسمها الكتروليسيس NaCl ده solutions اكوى solution هعمل له عملية الكتروليسيس. فده ينفصل لايه؟ والله قال لك هيتفصص ل Na positive و Cl negative. دي دلوقتي ions. مادام في عندي ايونز يبقى كل واحد فيهم هيجري ناحيه البول، هيجري يا اما ناحيه البوزيتيف يا اما هيجري ناحيه النيجاتيف. طيب انا هاجي كده بالقلم واروح قاسم كده واروح كاتب كده كاثود انود. الكاثود انا اتفقت ان هو معاكم ايه؟ ده النيجاتيف بول. طب والانود هو ده البوزيتيف بول. تعالوا نشوف. خليك فاكر كده الكاثود في الالكتروليتيك سيل هو النيجاتيف بول واللي بيحصل عنده ريداكشن، اما الانود فهو البوزيتيف بول واللي بيحصل عنده اوكسيديشن. ازاي؟ تعالوا نشوف ايه معنى كلمه ريداكشن. ريداكشن يعني معناها جيننج الكترونز. انت هنا اهو لو انا هتكلم على الاوكسيديشن والريداكشن على اساس الكونسبت اللي احنا نعرفهم في حياتنا كلهم، هتكلم ناحيه الاكسجين، هتكلم ناحيه الهيدروجين، هتكلم ناحيه الالكترونز، هتكلم ناحيه البوزيتيف تشارج. اوكسيديشن معناها جين اكسجين، لوز هيدروجين، لوز الكترونز، انكريز ذا بوزيتيف تشارج، ازود الشحنه الموجبه. اما الريدكشن فالريدكشن دي معناها ايه؟ الريدكشن معناها ان هي لوز اكسجين جين هيدروجين جين الكترونز او ديكريز فور ذا بوزيتيف تشارج. فهبص هنا بالنسبه ل ان اي صوديوم ده بوزيتيف يروح راح ناحيه مين؟ النيجاتيف، فيحصل له عمليه ريدكشن. هو ان اي بوزيتيف تيك ان الكترونز ياخد الكترونز فيتحول لايه؟ هيتحول ل Na atoms solid atoms ودلوقتي اللي تشارج عليها بقت زيرو. طب نطبق الكلام؟ انا قلت لحضرتك عمليه الريدكشن دي يعني ايه؟ الريدكشن بروسيس يعني معناها جين الكترونز، واهو وادي اكتسب الكترونز. ديكريزنج فور ذا بوزيتيف تشارج ازاي؟ ما هو ده كان بوزيتيف 1 اتحول لزيرو، يبقى ده كده حصل له عمليه ايه؟ حصل له عمليه ريدكشن. حصل له عمليه ايه؟ ريدكشن. طب تعالوا نروح ناحيه الانود. هو الانود ايه؟ بوزيتيف. ياخد مين؟ ياخد الكلورين. الكلورين يحصل له ايه؟ يحصل له اوكسيديشن. ازاي؟ الاوكسيديشن معناها يعني ايه كلمه اوكسيديشن؟ يعني معناها لوز الكترونز، اخليه يفقد الكترونات، فيتحول السيل نيجاتيف ده يفقد الالكترون اللي معاه ويتحول لزيرو. فكان هنا اكوس وبعدين هنا تحول ل لصلب. الثانيه بقى ايه؟ الثانيه ال Na بقت solid substance بقت مادة صلبة، والكلورين برضو، بس هنا مش هينفع اقول الكلورين بقى جاز بقى اسمه ده بقى solid. بقت Na zero. Na zero يعني مفيش تشارج. مشكلة في المقام حضرتك. لا هنا مش losing. ليه؟ هنا positive 1 خد الكترونز بقى زيرو، لكن هنا negative 1 رجع تاني للزيرو، فمعناها ان هو losing الكترونز تاني. بصوا حضراتكم ده كده كان positive 1 بوزيتيف 1 تشارج، اديته الكترونز فبوزيتيف 1 قصاد نيجاتيف 1 بقت زيرو.
خلاص هنا معناها ان هو gain n electrons. طب لما يكون negative 1 ويفقد lose 1 electrons فقد الالكترونز اللي معاه يرجع تاني للزيرو يرجع دلوقتي للالمنتري ستيت. هو الكلورين موجود في صوره ايه؟ قال لك ده موجود في صوره gaseous substance. بس الكلورين لسه هظبطه شويه نيجاتيف 1 حضراتكم لما تخلوها يفقد ان الكترونز يرجع زيرو. طيب دلوقتي ايه اللي حصل حضراتكم بقى؟ يبقى انا زي ما اتفقت معاكم حصل عمليه اوكسيديشن لواحد وحصل ريدكشن لواحد. طيب هي الالكتروليتكس دي لازم في كونسبت ريليتد تو ات، فانا هكتب الكونسبت ريليتد تو الكتروكيميكال سيلز او الكتروليتيك سيلز وارجع اشوف المثال اللي هو الاكسبيرمنت اللي مديها لي في الكتاب. طيب هقول كده اول حاجه كونسبت ريليتد تو الكترو كيميكال سيلز، يبقى من اسمها بتحول الكتريكال انرجي تو ذا كيميكال انرجي. بيسموها ايه تاني؟ ليها اسم تاني الكتروليتيك سيل. ايه هي الكونسبت؟ نعمل بوز بس عشان ناخد سلايدز. قال لك طب ايه هي الكونسبت اللي ريليتد تو الكتروكيميكال سيلز؟ اول حاجه اسمها نفسها الكتروليتيك سيل. الكتروليتيك سيلز هي عباره عن الكتروكيميكال سيلز، الكترو كيميكال سيلز او الكتريكال سيلز تشينج الكتريك انرجي تو كيميكال انرجي ثرو non spontaneous redox reaction oxidation reduction reaction. نفهم يعني حضرتك ما دام انا قلت بحول الكتريكال انرجي يبقى انا لازم يكون عندي باتري بنحولها لمين؟ كيميكال انرجي. طب الكيميكال انرجي دي بتظهر في صوره ايه؟ السبستنسز اللي فورمد ات دي انود اند دي كاثود، المواد اللي بتتكون عند الانود وعند الكاثود. خلاص طيب الرياكشن هنا ده اسمه اوكسيديشن ريدكشن. اشمعنى؟ عشان احنا شفنا الصوديوم حصل له ريدكشن والكلورين حصل له اوكسيديشن. نون سبونتينيوس، كلمه نون سبونتينيوس جت منين؟ نون سبونتينيوس از we use an external source of electricity اللي هي مين؟ الباتري. بستخدم مصدر كهرباء خارجي، ماشي؟ ما بيطلعش كهرباء. كلمة non spontaneous دي خليك فاكرها في الشابتر دي، يعني ما فيش كهرباء بتطلع منه، ده بيستخدم كهرباء. اوكي؟ طيب انا خلصت الالكتروليتيك سيل. طيب ارجع بعد كده في الكونسبت رقم 2 انا هلاقي كلمه ايه؟ قال لك والله هلاقي ان كلمه انود ولاقي كلمه كاثود، فاكتب كده انود هو عباره عن البول كونكت تو ذا بوزيتيف بول اوف باتري. ده اللي متوصل بالبوزيتيف بول اوف باتري. بيحصل عنده اوكسيديشن وريدكشن ات ويتش اوكسيديشن تيكس بليس. الاوكسيديشن بتحصل عنده. طيب مين رقم 3 في الكونسبت؟ الكاثود. قال لك الكاثود ده هو عباره عن البول كونكت تو the negative full of battery at which reduction takes place. يبدأ يطلع لي مين في ال Na positive؟ هو الأناين والكاتاين، فهبدأ رقم 4 في الكونسبت كاتاين. كاتاين يعني معناها ايه؟ بوزيتيف
ion. Positive ion ده positive يروح فين؟ يروح ناحية النيجاتيف. Which reduced at cathode. طيب والانايون هو عبارة عن النيجاتيف ion which oxidized at anode. طيب واحدة واحدة نراجع اللي احنا قلناه عشان هطلب من حضراتكم هتعملوا نفس الشغل اللي انا عملته. ماشي، نراجع. انا اتكلمت على مين؟ اتكلمت على type of the conductors. قلت في منها electronic وفي منها electrolytic. الالكتروليتك دي allow the conduct electricity through the movement of ions والالكترونيك through the movement of electrons. بدأت اتكلم على الالكتروكيميكال سيلز. كيميكال سيلز، وخدت مثال بسيط ليها ان انا عندي سيمبل سيلز بسيطة جدا محطوط فيها صوديوم كلورايد ومحطوط مع 2 الكترودز. فبدا الصوديوم بوزيتيف يروح ناحيه النيجاتيف، وبدا الكلورين يروح ناحيه البوزيتيف. الصوديوم البوزيتيف يروح ناحيه النيجاتيف يجين الكترون يحصل له ريدكشن. الكلورين النيجاتيف يروح ناحيه الانود يلوز الكترونز ويحصل له ان اوكسيديشنز. وبدانا نتكلم عن الكونسبت الخاصه بيها. هدي لحضراتكم فكره دلوقتي بشكل سيلز، وعاوزكم ترجعوا لي نفس الرياكشنز دي تكتبوها لي. يعني هطلب من حضرتك تكتب لي عمليه الالكتروليسز اللي هتحصل للسيل بتاعتي، مين اللي هيروح ناحيه الانود، مين اللي هيروح ناحيه الكاثود، وهيحصل له ايه. هكتب لك سيمبل سيلز اللي هو حاططها في السكول بوك. هكتب كده في السكول بوك، هو حاطط الالكتروليسز لمين؟ للكوبر كلورايد سولوشن. يلا حضرتك اهو ادي السل بتاعتك، ارسم لي السل بتاعتي. انا هعمل بوز برضه عشان الناس تكتب ونشوف بعد ما نعمل بوز. ادي التو الكترودز بتاعتك، ادي النيجاتيف وادي البوزيتيف. يلا حضرتك شوف لي الكبر كلورايد سولوشن ده، قول لي ايه اللي هيحصل عند الانود، ايه اللي هيحصل عند الكاثود، وشكل الالكتروليسيس بتاعته هتتم ازاي. هعمل بوز. يلا تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. انا والله عندي CuCl2 هيحصل له الكتروليسيس فيتحول لايه؟ هنا يتحول لCu بوزيتيف 2 ويتحول ل2 كلورين نيجاتيف 1. ازاي انا عرفت كده؟ قال لك ما هو ده CuCl، ده دايفالنت وده مونوفالنت، فالكلورين او الكبر لازم يكون بوزيتيف 2 اما الكلورين يكون نيجاتيف 1. طيب حضرتك هتروح عامل ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه هتروح عامل لي خط في الوسط كده، وتروح كاتب كلمه كاثود وانود. هو الكاثود احنا اتفقنا ان هو ايه؟ نيجاتيف بول، وده بوزيتيف بول. الكاثود يحصل عنده ايه؟ ريدكشن، وده يحصل عنده اوكسيديشن. يلا البوزيتيف يروح ناحيه النيجاتيف يبقى سي يو بوزيتيف 2 وهو اكوس سولوشن او اكوس اينز ان دي اكوس سولوشنز بلس 2 الكترونز يتحول لمين؟ يتحول لسي يو سوليد 0. تمام. شوف لي بقى ايه اللي هيحصل لو انا عندي الكلورين. الكلورين ايه اللي هيحصل له؟ والله ده 2 سي ال نيجاتيف. ماشي، ال 2 سي ال نيجاتيف ده يحصل له ايه؟ يحصل له عمليه اوكسيديشن، يعني يو لوز الكترونز ف 2 الكترونز وبعدين يتحول ل سي ال 2. طب انا كتبته سي ال 2 ليه؟ هقول لك دلوقتي. ادي اكوس وادي جازيوس. خلي بالك لازم تفتكر الكلمه اللي هي نو فير اوف هافينج ايس كولد بير. نو فير اوف هافينج ايس cold beer. نيتروجين فلورين اكسجين هيدروجين ايودين كلورين برومين. اخوانا دول الفيزيكال ستيت بتاعتهم ايه؟ ده جاز 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 سوليد جاز ليكويد. تمام. وعشان كده كتبت Cl2 the gaseous substance. يبقى هنا في الكبر كلورايد Cu positive 2 Cu positive 2
و 2 Cl نيجاتيف 1. والسي يو يروح راح فين؟ يروح يعمل هنا ديبوزيتيشنز، يترسب هنا، وده ده ايفولفد يتصاعد هنا اهو. كلام مظبوط. انا دلوقتي بقى عندي كلير ايديا اباوت ذا الكتروليتيك سيل. تعالوا نشوف ايه هي الرولز او هي اللوز ذات كنترول ذا الكتروليتيك سيل. بصوا بقى، انا هتكلم كده زي بالبلد يعني، والله حضرتك على قد ما انت بتعمل ايفورت على حد ما بتلاقي. انت صاحب مكان مثلا، وصاحب مكان وقررت ان انت تراضي الناس اللي عندك وتديهم فلوس كتير ومش عارف ايه، فبالتالي قدام الفلوس دي هياخدوا ايه؟ هيدي لك ورك كتير. اسالك سؤال كده باي لوجيك، انا استخدمت باتري مثلا الفولتج اللي طالع منها 5 فولت، ماشي؟ دي هترسب لي مثلا، يعني انا استخدمت كده 5 فولت واستقبلت الكوانتي اوف الكتريسيتي او كوانتي اوف ذا ديبوزيت سبستنس اللي هو الماس اوف ذا كبر اللي المفروض يطلع، يعني ماس اوف كبر، فلقيته مثلا ال 5 فولت دول طلعوا لي 10 جرام اوف كبر، ماشي؟ لو انا دول خليتهم 50 فولت يطلع لي كام جرام من الكبر؟ يبقى كروس مالتيبيكيشن. خلاص، يعني بمنتهى البساطه ايه؟ هروح مزود دي هنا ال 5 طلعوا لي 10، يبقى 50 تايمز 10 يبقى 500 ديفايدد 5 يديني 100 جرام. طب لو انا خليتهم 5000 يبقى 10000 جرام، وهكذا. يعني as the amount of electricity is increased the quantity of the deposit or formed or evolved substance at any electrode will be increased. ده ال first law. هعمل بوز ونبدا نرجع تاني. الرولز او اللوز ذات كنترول ذا الكتروكيميكال سيلز، عندي 3 لوز. لوز اوف الكترو كيميكال سيلز. في عندي حاجه اسمها فاراداي first law، في فاراديز second law، وفي general law of electrochemical cells. أو general law of electrolytic cells. هتلاقي general law مكتوبة، بس أنا هقول لك هي فين مكانها، ماشي؟ طيب. طيب، مفاد الكلام في كل واحد فيهم. بيقول في الأولاني إن the quantity of electricity that passes through an electrolytic solution directly proportional with the quantity of the substance formed at any pool. يبقى أنا هنا mass of substance، يبقى الكيو directly proportional مع الماس of the substance formed at any pool. كلمه formed بس انا بس عشان اديك هنت بس عن القانون، لكن هي مش شرط تكون formed، ممكن تكون evolved تتصاعد صوره جاز، ممكن يكون deposit تترسب، فاهمني؟ خليك فاكر ان الكيو كل ما هتزود كهرباء كل ما هتاخد ماده تترسب او ايفولفد او هكذا، تمام؟ السكند لو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عندك تو سولوشنز والتو سولوشنز دول كونكتد ان ذا سيريس، متوصلين مع بعض في شكل سيريس، وهنشرحه بالتفصيل دلوقتي. يعني انا عندي سيل بالمنظر دي كده اهو، وسيل ثانيه وسيل ثالثه، ودول فيهم الكترودز، ودول متوصلين في سيريس كونكشنز وفيهم نفس الالكتريسيتي، يبقى الكوانتي اوف ذا فورمد سبستنس ات ذا فيرست دايركتلي بروبورشنال مع الايكويفالنت ماس. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي تو سولوشنز، هفترض ان انا عندي سولوشن ده والسولوشن ده، الماس فورمد ات ذا فيرست سيل ديفايدد ايكويفالنت ماس، وهنعرف دلوقتي يعني ايه معنى كلمه ايكويفالنت.
بالنسبة للفيرست ايكوال. الماس في السكند سولوشن على الايكوفالنت بتاعت الماس في السكند سولوشن، وهنشرحه بالتفصيل دلوقتي. جه بقى في الجنرال لو وقال لك ايه، لو انت عندك كوانتي في الكتريستي اسمها فراد، دي تعمل بريسيبيتيشنز لحاجه اسمها ايكوفالنت ماس. الفراد ده تقريبا 96500 كولوم. يونت؟ اه ده يونت. وهنعرف نشوف النوتس وايه البروبلمز اللي بتيجي على كل واحد فيهم. تمام؟ طيب تعالوا نقطع ونحط النصوص بتاعت القانون لكل واحد فيهم من سكول بوك. خلاص؟ انت مش مطلوب منك تحفظ القانون، انت دلوقتي بقيت عارف كل واحد فيهم بيتكلم عن ايه، وهنبدا ناخد كل واحد فيهم بالتفصيل. هعمل بوز عشان اجيبهم من كتاب المدرسه. يلا. طيب هبدا في الاولاني، بيقول لك فاراديز فيرست لو. نقرا النص بتاعه. بسم الله. The quantity of the materials, gas or solid, formed or consumed at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity that it passes into electrolytic solutions. يعني انا لو عندي دلوقتي electrolytic solution يا شباب، زي اللي احنا كنا واخدينا من شويه وحطيت هنا graphite electrode، وهنا البوزيتيف بول، وهنا ده النيجاتيف بول، وحطيت هنا كبر كلورايد مثلا Cu positive 2 و C، وهنا 2 Cl negative. الكوانتيتي اوف ذا ديبوزيت كبر ات دي انود او ات دي كاسود از دايركتلي بروبورشنال تو ذا كوانتيتي اوف الكتريستي. يعني زي ما اتفقت مع حضراتكم، لو حضرتك حاطط هنا 5 امبير مثلا كهرباء 5 امبير، وعمل لي بالديبوزيتيشنز 4-5 جرام من الكبر، لو انت زودت الامبير او زودت البوتنشال بتاعت الامبيرز دي، هتبدا تزود كميه الايه؟ الكوانتي اوف ذا سبستنس فورمد ات اني الكترودز. وبالتالي برضو بالنسبه لي الكلورين اللي بيعمل ايفولفد ات دي انود كميته هتزيد كل ما هزود كميه الايه؟ الكهرباء. تمام؟ هنا بقى بصوا تعالوا نشوف ايه النوتس اللي بتتحط على المسائل. ماشي؟ عندي تو نوتس للمسائل بتاعته. ايه هي النوت الاولانيه؟ النوت الاولانيه بنسميها، انا دلوقتي هتقمص شخصيه المدرس بتاعي في الثانويه العامه، كان بيقول لنا كده النوتس بالنسبه للمسائل بتاعته، عندي نوتس اون بروبلمز. اول واحده اسمها وفاء مكي، عارفينها دي كانت ممثله، والثانيه زفت وزفت في اتنين. اوكي تعالوا نشوفها بقى. المساله لما يجي هنا اهو يكون ليها 3 ستيبس. ده فيرست كله ده صح؟ اه ده كده في الفيرست ايديا، انا بتكلم في الفيرست ايديا دلوقتي اللي هي اسمها وفاء ميكي هنسميها. ماشي؟ رقم واحد ايه؟ هتحسب حاجه اسمها الايكوفالنت ماس. الماس ايكوفالنت هي عباره عن ايه؟ الماس نمبر divided valency. ماشي؟ هو ايه الاليمنت اللي انت هتبقى محتاجها حضرتك؟ والله انا محتاج اعرف ان الكبر و الكبر هيكون diavalent، محتاج اعرف ان السيلفر هيكون monovalent، محتاج اعرف ايه تاني؟ ان الكلورين برضو monovalent، لو الالومنيوم trivalent، الالومنيوم والجولد ترايفالنت. يبقى دي اول خطوه A. الخطوه الثانيه اللي هي B، وفاء مكي. يعني ايه ده بقى؟ قال لك ده ويت ويت of deposit material. الويت مش بيتقاس بنيوتن، احنا عندنا في الكيمستري هنعتبره ماس. اوكي؟ طيب دي معناها ايه؟ دي كلمة فراد. وخلي بالك بقى في المسألة، الفراد ده ممكن يسد نوت سد. سد نوت
سد. والله لو جه في المسألة وقال لك فرات حضرتك هتحط 1. طب لو جه في المسألة وما قالش حضرتك هتحط 96500. الكلام اللي انا بقوله دلوقتي هتبعه بخطوة بمسألة وهنحلها. طيب الام دي هي مين؟ الاكوافلنت ماس. طب والكيو دي كوانتي اوف الكتريستي. هي الكوانتي اوف الكتريستي دي بتقاس بايه؟ بالكولوم. يبقى انت هتاخد تالت قانون من الفيزيكس اللي هي سي خطوه سي. والله انت خدت في الفيزيكس ان الكيو ايكوال اي تايمز تي كوانتي اوف الكتريستي ودي بالكولوم ايكوال الكرنت انتنسيتي كرنت انتنسيتي وده بيتقاس بالامبير والتايم بيتقاس بالسكند. دي الفكره الاولى. طيب وانا بحل المساله هتجيلي ازاي؟ والله ممكن استخدم اي بي سي، ممكن استخدم اي وسي، ممكن استخدم بي وسي. يبقى انا هستخدم الثلاثه مع بعض، اتنين منهم مع بعض. ممكن يكون بي سي اي مفيش مشاكل، سي بي اي ايا كان ترتيبهم، وهنشوف دلوقتي مساله عليهم ونشوفها ازاي. الثانيه اللي هي فكرة زفت وزفت في اتنين. لما يجي يقول لك كده اهو تو بريسيبيتيت جرام اتوم اوف ويقول لك مثلا ايا كان we need space. بصوا شباب بقى، والله لو انا عاوز ارسب الماده اللي شغاله معايا دي جرام اتوم منها وكانت الماده دي سوليد، ممكن يكون الماده دي جازيوس. خلاص الكيو اللي هي الكوانتي اوف الكتريسيتي ايكوال زد تايمز الاف في حاله السوليد، والكيو بتساوي زد تايمز الاف تايمز التو. طيب نشوفهم واحده واحده. الكيو انت عارفها الكوانتي اوف الكتريسيتي، طب الزد ده الفالنسي، طيب والفراد ده فراد، ونفس القصه في الفراد سيد اور نوت سيد. والله لو قال لي هيبقى بون، وهنشوف دلوقتي امثله ما تقلقوش. سيد نوت سيد يعني ايه سيد اور نوت سيد؟ قال لك فراد يبقى انت هتحط 1. طب ما قالش فراد يبقى 96500 كولوم. الثانيه الكيو زد في اف في 2. طب الزد انا عرفنا الفالنسي والفراد، طب والتو دي ليه؟ عشان الجاز كونسيستس اوف تو اتومز. كلام جميل قوي. تعالى نتبع بمثال، ناخد مثال ثواني كده نعمل بوز ونطلع مثال. الفكره هنا الشباب بيقول لك ايه؟ A common carpet is consisted of the six identical cells. It's بيقول لك each of which carries the out of the reactions، وكاتب هنا reactions. Suppose that the starting the car in the cold morning the current 125 ampere is drawn for 18.4 seconds from the cells of the type described above. How the many grams of light would be consumed? The atomic weight equal كذا. طيب هبدا باول حاجه، دي المساله الاولانيه، لسه هناخد المساله الثانيه. هتبدا باول حاجه هتجيب الايكوفالنت. الايكوفالنت بتاعي بيساوي الاتوميك ماس ديفايدد الفالنسي. انا شغال مين؟ شغال على الليد. ال 207.19 ديفايدد الفالنسي بتاعه ب 2. اشتغل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحدد الكوانتي بتاعت ال، عاوز اجيب الكوانتي بتاعت الليد ديبوزيت، كميه الليد اللي هتترسب.
ماشي. فانا اول حاجه الكيو البي صح، انا عاوز اجيب الدبليو هاو ميني جرام اوف ليد، عاوز اجيب الدبليو ماشي. ده كده اول قانون بالنسبه لنا زي ما احنا متفقين، انا باخد ثلاث خطوات اي وبي وسي. فاول حاجه هجيب الايكويفالنت، نمشي خطوه خطوه ونشوف بس يا شباب. يبقى انا عندي شارت كاس بتاعتي 207.19 ديفايدد كام الفالنسي بتاعت الليد ب 2 بالظبط، ما هو ده عشان الريكوردينج اوكي. يبقى انا هنا هو هيكون بيساوي كام؟ ايكوال 103.5 جرام. جيت جبت الايكويفالنت، استخدم القانون الثاني. القانون الثاني بيقول لك ايه؟ وفاء مكي W تايمز الاف ايكوال الام تايمز الكيو. خلاص. طيب حضرتك هتيجي تجيب الكيو هتلاقي نفسك انت لسه ما عندكش الكيو وانت عاوز تجيب الدبليو، فطبيعي ان انا كنت اروح اعمل ايه؟ اروح جاي رقم 3 الكيو ايكوال اي تايمز تي، الاي 125 تايمز تي 18.4 يلا نشوفها 125 تايمز 18.4 ايكوال 2300 كولوم. المسألة جاهزة دلوقتي. الـ weight of the deposit substance أنا معرفهاش، الـ weight بتاع how many gram of the lead معرفهوش، لكن أنا أعرف إن الفراد 96500، وأعرف إن الـ equivalent اللي لسه جايبها 103.595، وأعرف إن الـ quantity of electricity 2300، يبقى أنا أجيب الـ W دلوقتي، فهتبقى 103.595 times 2300 divided 96500. يلا نشوفهم دول هيطلعوا كام. بسم الله شرط الكسر بتاعتي، فهتبقى 103.595 times 2300 divided 96500 equal هيطلع لي 2.46 اللي هي تقريبا 2.47 اللي هي لتر بي 2.47 جرام لتر بي. ناخد فكرة مسألة كمان تمام. عامل بوز واجيب المسألة. هنا في المسألة دي بيقول لك electrolysis of the molten salt with the formula MCl2 using the current 3.86 ampere for 16.2 minute deposit 1.52 gram of the metal identify the metal. طيب انا همشي بنفس الخطوات بتاعتي الايكويفالنت، يعني انا همشي في الخطوة الاولانية المفروض تجيب الايكويفالنت، فانت المفروض هيكون عندك atomic mass اللي هي الماس نمبر ديفايد ذا فالنسي، فهلاقي موجود عندي الفالنسي. ازاي عرفت الفالنسي؟ ما هو بيقول لك ان ده ام سي ال، ما هو ده معناه ان ده كده مونوفالنت والكلورين مونوفالنت، يبقى الفالنسي عندي 1. طيب ارجع للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه دبليو تايمز الاف ايكوال الام تايمز الكيو. الدبليو هي 1.52، طيب الاف، الاف انت بتتكلم على 96500، هو مديها لي هنا 96485 هكتبها له زي ما هو كتبها. طيب الايكويفالنت انا ما اعرفوش اصلا، الكوانتي اوف الكتريستي برضه ما اعرفهاش، بس انا في خطوه 3 اعرف ان الكيو ايكوال اي تايمز تي. الاي هتبقى بكام؟ والله الاي ب 3.86 تايمز التي بتاعتي 16.2. اوعى تنسى حضرتك ان دي بالمنت، انا عاوزها بالسكند، فهضرب في ال 60. نبدأ كده نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الكوانتي هنا ايكوال وات، هتبقى 3.86 تايمز 16.2 تايمز 60 ايكوال 3700 كام 51.92 كيو كولوم. يلا احطها هنا 371.3751.92. يلا حضرتك هات لي الايكويفالنت، هحسب الام، فهتبقى 1.52 تايمز 96.485 ديفايدد 3751.92. الكلام ده يطلع لك 39. طيب انا جيت جبت الايكويفالنت، الايكويفالنت عندك ب 39 والفالنسي ب 1، يبقى الاتوميك ماس بتاعتك كام؟ الاتوميك ماس دي هتطلع ب 39. هو مين الاتوميك ماس بتاعته ب 39؟ يبقى هو البوتاسيوم، يبقى ده كده بالنسبه لي الاليمنت.
اوكي. تعالوا بقى نشوف الفكره الثانيه. الفكره الثانيه اللي انا قلت لك دي كده الفيرست ايديا اللي هي تبع دبليو تايمز الاف. هقول كده فيرست ايديا. يلا هات لي بقى السكند ايديا. السكند ايديا هيروح قايل لحضرتك ايه؟ سكند ايديا تو ديبوزيت جرام equivalent mass of chlorine gas we need space coulomb. امر بسيط جدا. فانت هتقول له ان الكيو يا شباب ايكوال دي الفكره الثانيه. هو انا شغال على مين؟ كلورين جاز زفت تايمز 2. الفالنسي بتاع الكلورين كام؟ 1. طب هنا قال لي فرد، لا ده قال لي كولوم، يبقى 96500 تايمز 2 عشان الكلورين كونسيست اوف ذا تو اتومز. يبقى انت حضرتك هنا اهو، يبقى المنظر بتاعك عامل كده اهو، هيبقى 96500 تايمز 2 ايكوال 19 00 300. يبقى انت هنا 193 او عباره عن 19300. هنا هكتب جنبه كولوم. طب افرض كان قايل لي هنا كلمه فراد، فكنت هحط دي ب 1، يبقى 1 تايمز 1 تايمز 2 يبقى 2 فراد. 2 ايه؟ فراد. اوكي. طيب تعالوا بقى نشوف السكند لو. السكند لو هجيبها ازاي واعمل لها ديتكشن ازاي. نشوف في الاول في السكند لو ايه الايديا بتاعته وبعدين نبدا نشرح. السكند لو فاراديز كده اوكي، يبقى 193000 اوكي كولوم. فاراديز سكند لو. جه الراجل بيقول لك انا شغال على 1 سيل. لا انا احط مور ذان 1 سيل. يعني ايه؟ هحط سيلفر كلورايد سولوشنز واحط كبر سلفيت واحط الومنيوم كلورايد. اختار اي سولوشنز، اي ال سي ال سي. واحط الالكترودز بتاعتي and connect them in the series. يعني connect in the series يعني same quantity of electricity passed through the solutions، نفس كمية الكهرباء بتعدي في solutions. يلا connect in the series، connect in the series. طبعا حضرتك انت حاطط هنا silver chloride solutions وهنا copper sulfate وهنا الومنيوم كلورايد. فالراجل ده راح قال لك ايه؟ والله بالنسبه لي الماس بتاعه الفيرست سولوشنز، ماس بتاعه السيلفر كلورايد على الايكويفالنت بتاعه السيلفر كلورايد ايكوال الماس بتاعه الكوبر سلفيت على الماس. طبعا الديبوزيت، الديبوزيت هنا بالنسبه لي هيكون مين؟ هيكون السيلفر. يعني خليني انا اقول هنا اهو، مش باخد السولوشن كله، الماس بتاعت السيلفر على الايكويفالنت بتاعت السيلفر هي هي الماس بتاعت الكوبر على الايكويفالنت اوف ذا كوبر هي هي الماس بتاعت الالومنيوم على الايكويفالنت اوف الالومنيوم. ناخد نص القانون. تعالوا نشوف نص القانون بيقول ايه. بيقول لحضرتك ايه؟ The mass of the different material formed or consumed by the same amount of electricity. كمية المادة اللي formed or consumed، استهلكت أو نتجت. Same amount of electricity، نفس كمية الكهرباء، ماشي؟ By the same amount of electricity that passes through the different electrolytic solutions connected in the series. لازم يكون connected in the series. Are proportional to the equivalent mass. يعني الماس بتاعت السبستنس
دايركت بروبورشنال مع الايكويفالنت ماس. فبالتالي حضرتك بيروح هو ايه نفس القانون اللي انا كتبته فوق، بس هو عامل ايه؟ يقول لك الماس اوف فيرست اليمنت على الماس اوف سكند اليمنت ايكوال ايكويفالنت ماس بتاعه الفيرست اليمنت على الايكويفالنت ماس بتاعه السكند اليمنت. كاني بقول خد الماس بتاعه الاليمنت على الايكويفالنت بتاعته بتساوي الماس بتاعه السكند اليمنت على الايكويفالنت بتاعه. نفس الحكايه لو اخترنا لو اخذنا الماس الثاني الثاني بالظبط. يعني انا اخذت يعني مثلا لو اخذت هنا علاقه بين الاثنين بين الكبر قصاد الالومينوم، خليك فاكر حضرتك خد الاليمنت على الايكويفالنت، الماس بتاعت الاليمنت على الايكويفالنت بتساوي الماس بتاعت السكند اليمنت على الايكويفالنت. تمام، هنشوف لها مساله. اوكي طيب، هتكلم على الجنرال لو كمان قبل ما انا اشوف المساله. في الجنرال لو بقى بيقول لحضرتك ايه؟ وين ذا وان فراد، وان فراد اللي هو 96500 بس ثرو ذا الكترولايت، بيعدي في الكترولايت سولوشنز ماشي. This leads to the solutions يدوب evolutions يطلع يتصاعد depositations عملية يترسب. يترسب ايه؟ 1 جرام of equivalent mass of the substance. يعني ايه؟ يعني انت لو حضرتك دلوقتي عندك الالومينوم وانا معدي في solution للالومينوم وحضرتك عملت باس لوان فراد، الوان فراد ده اللي هو كام؟ 96500، ده يعمل ديبوزيت لكام؟ يرسب لي الايكويفالنت بتاع الالومينوم. هي الايكويفالنت بتاعت الالومينوم ده بجيبها ازاي؟ خليك متاكد باخد الاتوميك ماس على الفالنسي. يعني الاتوميك ماس بتاعت الالومينوم 27 والفالنسي بتاع الالومينوم كام؟ 3. يعمل يرسب لحضرتك 9 جرام. طب لو انا طلعت 2 فراد 2 فراد يبقى انت هيطلع لك 18 جرام وهكذا. يبقى خليك فاكر ال1 فراد ديبوزيت ايكويفالنت ماس. هو الفراد ده بيساوي كام يا شباب؟ 96500. الباب يخلص او الجزء الثاني من الباب يخلص؟ اه طبعا. ليه؟ لان فاضل لي الابلكيشنز بس، وعندي 3 ابلكيشنز هنقولهم وهم سهلين وخلاص. شكرا كده، نص الالكتروكيمستري مع السلامه روحت. تمام، تعالوا نشوف هي ايه الابلكيشنز اللي موجوده. ابلكيشنز اون ثواني كده اعمل بوز بس الاول. ابلكيشن ان الكتروكيميكال سيل او الكتروليتيك سيل. الابلكيشن هنا يا شباب بسيطه وكويسه جدا. عندي 3 ابلكيشنز. والله حضرتك هتعمل الكتروبليتنج، هتعمل ميتال بيوريفيكيشن، هتعمل اكستراكشن اوف ذا اليمنت، فروم اتس مولتن. نمشي واحده واحده. هعمل الكتروبليتنج خلاص. خليك دايما مركز ان احنا هنشتغل في الاكتيفيتيز دي كلها، هنشتغل على الكاثود. ايه؟ بركز على الكاثود. هاو تو بليت، هكتب كده الاكتيفيتي هاو تو بليت. بس ده النيجاتيف صح؟ الكاثود اللي هو النيجاتيف اللي هي البدايه، وعشان كده انا زي ما قلت لكم انا بدات بالبدايه دي. انا هكتب دلوقتي الالكتروليتيك سيلز، هتكلم على الكتروبليتنج، النجف، اوكر الابواب، الحاجات دي كلها اللي احنا بنتعامل معاها في حياتنا. طبعا احنا مش بنجيب فرشه ونقعد ندهن، لا ده هم بيطلعوا بالكهرباء. طب تم الامر ده ازاي؟ الالكترو بليتنج حضرتك هيقول لك كده هاو تو بليت. جاج سبون ويز لاير اوف كفر. بص بقى حضرتك هتعمل ايه بقى في الاكتيفيتي بتاعك. هتجيب الكتروليتيك سيل، لانه خلي بالك هو مش شرط يقول لك كبر، ممكن يقول لك بالجولد، ممكن يقول لك بالالومينوم، وانا هكتب لك دلوقتي السولوشن بتاعك يبقى شكله عامل ازاي. عموما انا هنا الالكتروليتيك سيل بتاعتي ايه؟ وادي الجاج بتاعي اهو، البراد، اللي انت عاوز تعمل له بليتنج خليه دايما نيجاتيف، فهو يتوصل بالنيجاتيف بالكاثود.
بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. وحضرتك عاوز تعمل بليتنج بمين؟ بالكبر. يبقى لازم تعمل لي بلوك كده من الكبر ميتال ده كده هيكون من الكبر. طيب لازم تغرقه في سولوشن من ريحته. يعني ايه؟ يعني احط هنا سولوشن من الكبر سلفيت. هتقول له كده اهو فورم الكتروليتيك سيل as follows. هيكون فيها مين؟ الانود هو عباره اللي هو متوصل ببوزيتيف امبيور كبر رود قطب من الايه؟ من الكبر. طب والكاسود الجاج بتاعي السبون بتاعتي اللي انا عاوز اعمل لها بليتنج. طب والالكتروليتيك سولوشن هيكون كبر سلفيت سولوشن. تمام. هتقول له كده اهو وين كارنت باس. وين كارنت باس الكتروليسيس اي حاجه من ريحه الكبر كبر نيتريت ماشي الكتروليسيس تيك بليس. بصوا بقى معايا هتكتب كده اهو امر هيبقى بسيط ان شاء الله. هتعمل لي كده سي يو اس او 4 اعمل لي الكتروليسيس فيتحول لسي يو بوزيتيف 2 بلس اس او 4 نيجاتيف 2 وده اكوس وده اكوس. حضرتك هتروح عامل لي ايه؟ تكتب كده كاسوت انود افصل بينهم. انت عارف الكاسود هو بيحصل عنده ايه؟ ريدكشن. فانت هتقول له سي يو بوزيتيف 2 اللي هو اكوس هياخد 2 الكترونز ويتحول لسي يو سوليد. شايف المعادله دي؟ اعكسها الناحيه الثانيه. ايه؟ احنا مش هنعملها زي ما كنا بنعملها فوق؟ لا اعكسها. اعكسها يعني ايه؟ يعني انت حضرتك عندك كبر سوليد عند الانود يحصل له عمليه ايه؟ الانود يحصل عنده اوكسيديشن اوعى تنسى وده يحصل عنده ريدكشن فيتحول ل سي يو بوزيتيف 2 اينز بلس 2 الكترونز اند سو اون. يعني ايه حضرتك؟ شايفين هنا اهو. بص يا شباب نشرحها بقى على السيل. نشرحها على السيل اللي بيحصل. الكبر اينز اللي موجوده هنا اهو في هنا كبر اينز. خلينا ارسم السيل كده بشكل كبير بحيث ان انتوا تشوفوه. ادي الجاك بتاعي اهو. انا عايز اسال اتفضل قول. كويس. هناك كنت بشرح فكره اوكسيديشن وريدكشن نفس الرياكشن اللي فوق بتحصل برضه هنا بس انا هنا كونسنتريشنز بتاعي على مين؟ على اللي بيحصل بالنسبه للكبر لان انا عاوز اعمل بليتنج للكبر. تمام. فانت هنا موصل بالنيجاتيف وده كده متوصل بالبوزيتيف الالكترود بتاعك. في هنا كبر اينز طالعه من الكبر سلفيت. الكبر اينز دي مش ده متوصل بالنيجاتيف؟ اه. يعني هنا على الجاج ده كان في نيجاتيف تشارج من بره موجوده؟ اه. يبدا يروح راح الكبر ده ياخد الالكترونز ويتحول لسوليد كبر ويحصل له ديبوزيتيشن بروسيس يترسب على الجاج من بره. طب ما هو ما دام في كبر اينز راحت من هنا ففضي مكانها فلازم نيو كبر اينز تنزل. يوم ايه اللي يحصل؟ شايف الانود ده؟ اه. الانود ده يبدا يتاكل. يعني هو كان سوليد كبر يتاكل ويتحول لاينز يعني ينزل منه كبر اينز. طيب نهايه الالكتروبليتنج ده ايه اللي بيحصل بقى؟ تبص على الانود ده ات دي اند تلاقيه كده اهو بدا يتاكل. تلاقي الانود ده اتاكل. طيب هكتب التو ايكويشنز بالمنظر اللي انت شفته ده وبعدين اروح كاتب لهم كده اهو ات دي اند. هو يعني احنا بناخد الكبر نعمل له ريدكشن واوكسيديشن؟ اه. هاخد الكبر اللي عند الانود يحصل له اوكسيديشن ويتحول لاينز وينزل في السولوشنز ينط في السولوشن. انتوا عارفين يعني عاملين زي ايه؟ زي كانها عمليه حرب. الاينز اللي موجوده في السولوشن هنا تترسب على الجاك يفضى مكانها نيو اينز تنزل من الانود فيبدا ان الانود الرودد يتاكل. تمام؟ هقول له كده ات دي اند ات end of electrolysis
الانكريز in mass of cathode equal decrease in mass of anode. ما هو الانود يتاكل ماشي في كروجن take place كروجن take place for anode. طيب هو حضرتك انا قلت لك ان الانود ده كان بيور؟ لا ده كان impure copper. يبقى الامبيوريتيز ايه اللي بيحصل لها؟ impurities. والله في impurities heavy زي الايرن والزنك دي dissolve in solution. اشمعنى؟ خليك فاكر المثال ده ولما نتكلم على الجلبانك سيل هتبقى فاهم الحته دي ليه. دي عندها lower reduction potential وما تسألش على الحتة دي دلوقتي لما نتكلم على الجلبانك سيل هتفهم. طيب في هنا deposit and can be collected تترسب وممكن اجمعها زي مين؟ زي السيلفر زي جولد. اشمعنى؟ عشان عندها lower oxidation potential وهنفهمها في الجلفانيك سيل لوور اوكسيديشن بوتنشال. خلصت خلاص. تعالوا نشوف الثانيه السكند ابلكيشن. هي نفس القصه ميتال بيوريفيكيشن. ميتال بيوريفيكيشن الكلام ده كله نظري خلاص. انت هتكتب بنفس القصه. بص لازم نبقى فاهمينه ليه؟ لانه ممكن يجيب لك تشويز كويستشن عليه فلازم تبقى عارف مين راح مع مين. في الميتال بيوريفيكيشن خلي بالكم احنا بالظبط فاضلنا وقت بسيط جدا وهيخلص. الامبيوريتيز عندك حاجتين. في هنا في الامبيوريتيز مش ده الكبر هنا اهو حصل له اروجن اتاكل. هو نزل كبر لوحده؟ لا ده نزل اينز معاه. في منها اينز تفضل دايبه في المحلول وفي صورة ايونز عشان عندها lower reduction potential. وخليك فاكر الحتة دي يعني ايه؟ يعني الايرن اللي هيتكون هنا والزنك اللي هيتكون هنا ما يروحش يترسب مكان الكبر. لا الكبر واخد مكانه واخد وضعه عشان عنده lower reduction potential ده الكبر. طب في ايونز تانية اللي يحصل لها؟ عندها lower oxidation potential تترسب في تحت. وعشان كده صناعة الكبر دي يا شباب او الالكتروبليتنج دي كلها خير. اشمعنى؟ احنا بناخد الكبر وفي اخر السنة المصنع بيطلع ذهب. ايه ده؟ يعني ممكن يطلع لك من الحوض 2 كيلو 3 كيلو دهب؟ طبعا. بس حضرتك قصاد الكيلو او ال 2 كيلو دهب او ال 3 كيلو دهب اللي طلعوا دول انت حضرتك مخلص مثلا نص طن نحاس 3 طن نحاس. طب ما هو اصل عشان يعني العمله المعدنيه اللي هي النحاس ماشي. ساعات طلعت في فتره كده الناس يقول لك ايه؟ احنا ندور على الجنيه اللي هو 2005 في نحاس كتير. افرضي حضرتك خدت الكبر ده وعملتيه بيه الكتروبليتنج انت الناس بقى تفكر في الفكره دي. الله ده انا هعمل الكتروبليتنج سيل واجيب النحاس اللي ماشي في الشوارع ده كله وهقطع السلوك بتاعت النحاس بتاعت البيت دي كلها واعمل بيها الكتروبليتنج واطلع الذهب اللي هيترسب تحت في الايه. حضرتك في اللحظه دي هيطلع ذهب قليل جدا 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 مش هتعرف انت حتى كمان. مش فاهمه حاجه. مش احنا بنيجي نعمل الكتروبليتنج بناخد الاليمنت بس يعني ناخدها ونخش طبعا. ما هو حضرتك الخليه دي دلوقتي لما تيجي تنضفيها بعد فتره مش هتلاقي فيه ذهب بيتكون تحت؟ ليه؟ عشان ده هنا امبيور كبر رود قطب من النحاس ما كانش نقي. يعني ايه ما كانش نقي؟ يعني معاه كبر معاه جولد معاه سيلفر معاه زنك معاه ايرن خلاص. الجولد هنا بيترسب عموما تحت وبيتجمع. تعالوا نشوف الميتال بيوريفيكيشن الاكتيفيتي الثاني واخد اخر حاجه الاكتيفيتي الثالث كده نص التشابتر خلص. اتفضل قول. هو انا امتى بعمل اي الميتال بيوريفيكيشن هاو تو انكريز. ذا بيوريتي اوف كوبر واير تو 99.95%. هتعمل نفس السيل اللي احنا كنا مشغلين عليه من شويه. ازاي حضرتك؟ السيل بتاعتك كده اهو هتجيب لي السين كبر واير وتوصله بالكاسود. طب والانود كبر بلوك كبر
بلوك او كابر رود. هو بيور ولا امبيور؟ امبيور طبعا. وهنا ثين كابر واير. كويس قوي، كويس. حط هنا السولوشن، السولوشن بتاعك هيكون مين؟ كابر سلفيت. كمل كابر سلفيت. هتعمل الكتروليتيك سيل بوزيتيف ونيجاتيف. مين الانود؟ يلا قولوا معايا كده، الانود كابر رود. بيور ولا امبيور؟ امبيور. طب مين الكاسود؟ سين كابر واير. طب مين الالكترولايت؟ CuSO4 solution. كلام جميل. يلا حضرتك وين كارنت باس؟ وين كارنت باس هيحصل الكتروليسيس؟ يلا نعمل الكتروليسيس. CuSO4 الكتروليسيس تديني Cu positive 2 aqueous plus SO4 negative 2. وبعدين تعمل كاسود انود. Cu positive 2 دي تاخد ال 2 electrons تتحول ل Cu solid. والمعادلة دي عكسها الناحية التانية، Cu solid تحولت ل Cu positive 2 aqueous plus 2 electrons. وات ذا اند، وتروح رصص له الرصه اللي فوق دي تاني. ات ذا اند increase the mass of the cathode equal to decrease in the mass of the cathode, the corrosion taking place for the anode, the impurities في منها dissolve in the solutions وفي منها deposit. It dissolve in the solution زي الكبر والزنك عشان عندها lower reduction potential. طب واللي بتعمل deposit can be collected from the bottom of the container عشان عندها lower oxidation potential. زي مين؟ زي الجولد والسيلفر. In this case هي احنا مش هنبقى حافظين. انا بقول لك انت ده طبعا السنه دي مش هيجي يسالك بالسؤال بالطريقه دي، لكن انت هتبقى هيجي يقول لك مثلا during the electrolysis ماشي one of the following ions are deposit ماشي. هتقول له السيلفر والجولد، اشمعنى بقى عندها lower oxidation potential؟ تبقى عارف الكلام ده. طيب يعني هو دايما بيسلفر الجولد، ممكن الجولد السيلفر البلاتينوم اي حاجه من الميتال اللي هم نفيسة. وعشان كده قلت لك الحتة دي هنتكلم عنها بالتفصيل لما اتكلم عن جالفانيك سيل. اشمعنى؟ لاني هتكلم على الالكتروكيميكال سيلز الارينجمنت بتاعت الميتال اكوردنج تو دي اكتيفيتي. اخر حاجة في النص الاول من التشابتر ده اللي هي ميتال اكستراكشنز. ميتال 10 دقايق بالظبط او اقل من 10 دقايق. ميتال اكستراكشن حضرتك انا هعمل ايه؟ اكستراكت ذا الومينوم، اكستراكت aluminum from its ore. مين الاور بتاعته؟ البوكسايت اللي هي Al2O3. في النظام القديم لطالب الثانويه العامه كنت بقول له امسك قلمك معايا وارسم خلاص، لكن انت دلوقتي ما انتش مطالب برسمتها. ادي هي كده اهو، كنت بعمل كده وانزل كده اهو واعمل خط كده اهو وبعدين اروح جاي كده اهو كده اهو واجي اعمل كده واروح اعمل كده اهو وبعدين انزل بالكترود من الجرافايت الكربون وانزل هنا بالكترود من الجرافايت الكترود من جرافايت بصوا حضراتكم ده الكونتينر ستيل كونتينر. ده كونتينر معمول من الصلب. ده ستيل كونتينر. وده بيمثل النيجاتيف بول يعني الكاسود. اما اخواننا دول فهو جرافايت رود. وده البوزيتيف بول. بيمثل الانود. هنا بقى المولتن بتاعي ماشي. حضرتك خليك فاكر الميكتشر بتاعي ده، انت حضرتك عملت ايه؟ الالومينوم البوكسايد الو 23 قعدت تتصل 23 مره الو 23. انت كنت بتتصل على مين؟ بتتصل على اتحاد الكره الافريقي اللي اسمه الكاف ماشي.
قال لك لا انت لما ما تتصلش انت تروح وتلف حواليه، نلف بس هنلف كم مرة؟ 36 مرة. مين دول؟ ده اسمه البوكسايد او الالومينوم اوكسايد، الومينوم اوكسايد، بوكسايد ده اسمه فلور سبار، كالسيوم فلورايد، ده اسمه كيريولايت اللي هو ميكتشر من الصوديوم الومينوم فلورايد. بصوا يا شباب، الالومينوم المفروض يحصل له ميلتنج ات 2045. الميكتشر من الفلور سبار والالومينوم صوديوم فلورايد ده اللي هو الكريولايت بيعمل ريديوس فور ميلتنج بوينت اوف بوكسايت فروم 2045 to 950 degrees Celsius. بيقلل ليه بقى؟ ده كأنه شغال ككاتاليست، بدل ما استخدم 2045 درجة حرارة عالية لا انا خليها 95، فدي سهلة بالنسبة لي. طيب الالكتريك كارنت لما يجي، بص يا شباب لما في الكتريك كارنت باس، انا هعمل هنا اهو، عاوز اخليها بلون مختلف شوية، مش هعمله باللون الرصاصي ده كده. ده كده المولتن الومينوم، ده الالومينوم اللي هينزل في صوره مولتن هيترسب لتحت. اما الميكتشر بتاعي بيكون الدنس بتاعته عاليه فبيطلع لفوق، يعني هنا ده هيطلع لي الالومينوم. بصوا بقى لما الكهرباء بتعدي، وين كارنت باس، يلا ادي الالومينوم اوكسايد الكتروليسيس، فيديني 2Al plus 3O negative 2 اكوس واكوس. حضرتك هتروح عامل لي ايه؟ تعمل لي زي ما احنا متعودين كاسوت الالومنيوم الفالنسي بتاعته 1 الفالنسي ترايفالنت، ترايفالنت والاكسجين دايفالنت كاسود وادوت. هنا بقى هعمل زي ما كنت بعمل فوق، ازاي؟ ادي 2Al هنا بوزيتيف 3، انا عاوز اخليه ايه؟ عاوز اخليه الومينوم. طب انت عندك كام؟ عندي 2 الومينوم والواحده فيهم بوزيتيف 3، يبقى 2 ملتي بلاي بوزيتيف 3، يبقى انا عاوز كام الكترون؟ عاوز 6 الكترونز، يبقى بلس 6 الكترونز تتحول ل 2Al سوليد، مفيش تشارج. هنا بقى مش هاخد دي واعكسها الناحيه الثانيه لان مفيش سورس للومينوم، لكن انت عندك دي الاكسجين بقى يحصل له ريدكشن 3O نيجاتيف 2، خلاص؟ الاكسجين قصدي هيحصل له اكسديشن، لان ده هنا بيحصل ريدكشن وهنا يحصل اكسديشن، يتحول لايه بقى؟ هيحول لاو 2، انت عارف الاكسجين او 2، بس انا عندي 3 اكسجين اتوم، فانت هتقول له 3 اوفر 2 او 2 بلس كام الكترون؟ 3 ملتي بلاي نيجاتيف 2 يعني 6 الكترونز. 3 اوفر 2 او 2 يعني 3 اوفر 2 او 2 يعني 2 هتروح مع 2 يعني انت عندك 3 اكسجين اتومز. الكلام يسكت؟ لا، الاكسجين جاز ده ايفولفد، اكسجين ايفولف كوزز ايروجن اوف جرافايت رود، سو ات ريبليسد فروم تايم تو انذر. يعني ايه حضرتك؟ يعني لما يكون عندك كربون يطلع عليه 3 اوفر 2 جاز، ده 3 اوفر 2 او 2 يتحول ل سي او و سي او 2 ايفولفد، ودول الاثنين دول جازز. فعشان كده الجرافايت رود دي لازم ريبليسد فروم ذا تايم تو تايم عشان هي ايرودد. شكرا، كده نص المنهج، نص الشابتر خلص. بصي هنا مش في اكسجين خرج، اكسجين جاز، الاكسجين جاز ده وهو طالع يروح معدي على الجرافايت رود دي فلاقى كربون، لقى الضله بتاعته، يبقى الكربون يتفاعل مع الاكسجين،
يروح متعامل لي ايه بقى؟ يطلع لي كربون مونوكسيد وكربون ديكسيد. دي بالانسد ولا لا؟ 2 كربون ادي 1 كربون وادي 1 كربون. طيب انا عندي 3 اوفر 2 او 2، يعني انت عندك كام؟ 3 اكسجين اتوم، ادي 2 اكسجين اتوم وادي 1 اكسجين اتوم، خلاص شكرا بالانسد كده. احنا ليه عملنا 3 اوفر 2 تاني؟ انا عملت 3 اوفر 2 او 2 لسبب، ما فيش حاجه اسمها اكسجين او لوحدها، ما الاكسجين ده من الاكتيف جازز فلازم يكون او 2. بس انا فعليا اللي خرج عندي من الالومنيوم اوكسايد كل الالومنيوم اوكسايد موليكيول بيطلع 3 اكسجين اتوم. طب انا اكتبها ازاي 3 اكسجين اتوم؟ فبكتبها 3 اوفر 2 او 2، ال 2 هتروح مع ال 2 يعني كاني معايا 3 اكسجين اتوم. 3 اكسجين ليه ما عملناها زي اللي فوق؟ فين اللي فوق؟ اللي هي دي؟ لا كان في مره عملناها كانت برضو كلورين حاجه كده. اه ليه ما عمل الكلورين؟ ما خلي بالكم الكلورين انا ما هناك ما عملتهاش. المفروض انا كنت في الاول بس في بدايه الشابتر بفهم حضرتك، بس انت المفروض فعليا يعني اللي فوق دي لازم تتعدل. تتعدل ازاي بقى؟ بصوا هنجيبها من الاول ونشوفها بنعدلها ازاي. بسم الله يلا اتحرك. يعني بالنسبه لي دي المفروض اكتب كده 2 NaCl يطلع لك 2 Na و 2 Cl نيجاتيف، وبالتالي لما تيجي هنا اهو فتقول ان 2 Na تاخد 2 الكترونز فتتحول ل 2 Na، وال 2 Cl تاخد 2 الكترونز او يطلع منها 2 الكترونز وتتحول ل Cl2، لان مفيش حاجه اسمها Cl لوحدها، لازم تبقى Cl2 عشان دول اكتف جاز. فهتلاقيني في الاخر رحت جيت ورحت حطيت لك ايه بقى؟ قلت لك نو فير اوف هافينج ايس كولد بير، لما خدت المثال بتاع الكبر كلورايد ان دول لازم يكونوا داي اتوميك مولكيول. داي اتوميك ايه مولكيول. الحمد لله النهارده نص التشابتر خلص، المره الجايه هتكلم عن جالفانيك سيل ونخلص النص التاني. اشوفكم على خير.